يسعد صباحكم. وأنا طفلة صغيرة كان في دايما سؤال بحوس في راسي، وهو وينتا بدي أوصل على راس الجبل؟ كنت عايشة في قرية جميلة جدا تشبه كثير من قرانا الفلسطينية، اسمها بورين في مدينة نابلس. طفلة شقية كثير، أتسلق الشجر، أمشي في الجبل، أنزل ألعب الزحفة مع بنات الجيران، أنزل الصبح بدري على المدرسة عشان أصف أول واحدة في طابور المدرسة. ومرة من المرات أقنعت صديقتي في الصف نطلع أنا وياها على الإذاعة المدرسية عشان نغني أغنيتنا المفضلة. طلعت أنا وياها بكل ثقة قدام 400 طالب وطالبة وغنينا غنوا للحب وهللوا حبنا نور وعيد العصفور غنى مثلنا منشد اللحن الوجود. بعدها صرت البنت المشهورة في المدرسة من المديرة للطلاب، كيفك ياسمين؟ شو أخبارك ياسمين؟ هاي الطفولة المفروض كل طفل وطفل يعيشوها، بس بالنسبة إلي كانت هاي الطفولة اللي انتزعتها بكل قوة وجرأة من الواقع اللي عيشته وأنا عمري 3 سنين. وأنا عمري 3 سنين صار معي حادث سير بسببه فقدت إجري اليمين من فوق الركبة. لفيت كل مستشفيات نابلس ولا مستشفى قدرت تقدم لي الإسعافات الأولية اللي كان ممكن تنقذ إجري في وقتها. بعد 9 ساعات من الحادث، بعد ما قدرنا نعمل تنسيق مع واحدة من مستشفيات القدس، وصلت المستشفى كانت كل خلايا رجلي ميتة. فاضطروا الدكاترة إنهم يبتروا رجلي. بعد الحادث رجعت أمشي بس على طرف صناعي. كانت فترة صعبة جداً خصوصاً على أهلي إنهم يتبعوا علاجي في القدس كل يوم من الأحد للخميس في فترة الانتفاضة الثانية. كان إشي صعب جداً. صعوبة الفترة كانت من 3 سنين ل8 سنين. كنت بحاجة لتطوير وتعديل على الطرف الصناعي كل أسبوعين. كنت بحاجة لطرف صناعي جديد كل 2 سنين. بعد 8 سنين صرت بحاجة لطرف صناعي كل 4 سنين. يعني بنقدر نحكي إنه صار عندي 7 جرين لليوم. لما روحت من المستشفى على الدار كنت أول طفلة تفقد طرف من أطرافها، مش بس في قريتي كمان في كل القرى المحيطة. ناس كثير يجي يعزوا أهلي يحكوا لهم إنه أسفين على اللي صار مع بنتكم. في واحدة منهم حكت لأمي أنا بقول لو ماتت أحسن ولا صار فيها اللي صار. أما بالنسبة لك يا ياسمين كان كل همي ألعب وأنط وأرقد زي أي طفل عادي. لحد مرة من المرات هيك اصطدمت في الواقع. في الصف الثالث في كل حصة رياضة كانت المعلمة تطلع ياسمين اقعد على الكرسي هناك. مرة من المرات كان نفسي كثير ألعب ما خلتني. روحت عند أبوي أعيط أحكي له ما خلتنيش ألعب. وقت أبوي طلع علي هذا اللي مزعلك؟ مش مشكلة، بكرة أنا وياك بننزل صباح المدرسة. كانت حجة المعلمة إنه شو أعمال؟ ما بدي ياسمين تكسر طرفها الصناعي. رد عليها بأبوي بكل حكمة وحكالها إذا عن جد شفتي ياسمين مش قادرة تعمل أي تمرين رياضي أعطيها صفارة تحكم بين البنات، بس مش تنبذيها بهاي الطريقة وتخلي كل الطلاب ينبذوها. هذا الموقف علمني إشي كثير مهم وهو مهارة التواصل، إنه مش كل مكان أنا رح أروح عليه رح يكون متقبلني وفاهمني زي ما أنا.
ممكن دائما اتعرض للرفض وللنقد، بس هين دوري افهم الناس انا شو بقدر اعمل شو ما بقدر اعمل، شو هي امكانياتي شو قدراتي. لانه باختصار كيف رح يفهموا؟ ضليتني على هالمنوال لحتى 2006. في 2006 بطل الاحتلال يعطيني تصريح عشان ادخل القدس، وانكر المركز اللي كان يعالجني انه كان يعالجني في يوم من الايام. خلق عندي الموضوع مشكله كبيره، وهي وين بدي اركب طرف صناعي. هاي السنه تعرفت على جمعيه اسمها جمعيه اغاثه اطفال فلسطين، واللي ساعدتني ان اركب اطراف صناعيه في عده دول، امريكا، الاردن، الامارات وغيرها. في 2013 كان عند هاي الجمعيه مشروع تسلق لكليمنجارو بالتعاون مع اول متسلقه فلسطينيه وعربيه لقمه ايفرست سوزان الهوبي. وقتها طرحوا علي الموضوع، حكوا لي ياسمين شو رايك تتسلقي معنا الجبل؟ احنا من خلال هاي المشروع بدنا نجمع التبرعات لنساعد اطفال ثانيين بحاجه للمساعده وتقديم الرعايه الطبيه لهم. شعرت انه ايوه انا هاي الفرصه اللي بدور عليها، انا بدي اطلع على جبل كليمنجارو، بدي اساعد هاي الجمعيه واحكي لهم شكرا على المساعده اللي قدموا لي اياها وانا طفله. بدي اساعد اطفال ثانيين زي ما انا كنت في يوم من الايام بحاجه لمساعده. غير هيك كنت عارفه انه هاي الرحله والتسلق رح يكون امل والهام لناس كثيره. كان عندي هدف نبيل، وهو اني اوصل رساله جبال بورين اللي بتعاني من الاستيطان، من المستوطنات، من مصادرة الأراضي، وأوصلها لكل العالم. بعد سنة من التدريب على جهاز المشي وعلى سفوح جبال بورين اللي ما وصلتش قمتها ولا يوم مع أنه ارتفاعها 720 متر، بلشنا تسلق. وصلنا كليمنجارو أنا و 14 متسلق من مختلف دول العالم. قرأت كثير، سمعت، حضرت وتحضرت لكليمنجارو. بس خوض هاي الرحلة كان تجربة مختلفة. أول ما بلشنا تسلق حسيت نسبة الأكسجين كثير منخفضة في الجو. كل ما كنا نطلع كانت نسبة الأكسجين تخف أكثر، لحد ما توصل لنصف نسبة الأكسجين اللي بنتنفسها في الوضع الطبيعي. كنت بفكر إنه كليمنجارو جبل زي أي جبل ثاني، بس فعلياً طلعنا جبال كثيرة ونزلنا وديان كثيرة لحد ما وصلنا لأعلى قمة. مرت علينا 4 فصول في السنة في يوم واحد. اليوم الخامس واحدة من فريق ما قدرت تكمل ورجعت قبل يوم واحد من القمة، مع إنه كان عندها تجربة سابقة في تسلق الصخور. زعلت كثير على فراقها، بس هذا الإشي زاد قوتي وعزيمتي وإصراري إني أنا بدي أوصل للقمة رغم إنه يكون عندي طرف صناعي. مشينا 9 ساعات، زادت 14 ساعة لحد ما وصلت ل 17 ساعة يوم القمة. لحظة الوصول للقمة كانت شعور مختلف تماما. شعرت بسعادة كبيرة، شعرت بحرية، بسلام داخلي. أول ما غرست العلم الفلسطيني على القمة ما عرفتش كيف بدي أعبر عن سعادتي. هو يضحك، هو عيط، هو صرخ. طبعا وفقت عملت بكلياتهم يعني. بعد كليمنجارو
طلعت على إيطاليا ومنحت الجائزة الدولية للنساء المنجزات في العالم. أعطيت محاضرات في جامعات وفي مدارس في أماكن عامة. لاقت المحاضرات صدى كثير كبير. مرة من المرات لما كنت في واحدة من أعرق الجامعات في العالم، جامعة بولونيا، بعد المحاضرة وقف عميد الكلية وحكى لي: ياسمين أنا آسف. طلعت عليك مستغربة عشو؟ فرد علي: أنا آسف إني كنت مؤيد للاحتلال الإسرائيلي، أنا من اليوم داعم ومؤيد للقضية الفلسطينية وراح أحكي لكل أصدقائي وطلابي عنكم. بعد كلمنجارو شعرت إنه مش لازم تكون النهاية، لازم يكون الكلمنجارو البداية لكل شيء جميل. فبلشت أخطط وين القمة الجاي. طرحت الموضوع على سوزان الهوبي وبلشنا نخطط لتسلق واحدة من أعلى قمم العالم. بدنا نوصل لمخيم قاعد إيفرست ونكمل لقمة لابوش على ارتفاع 6100 متر فوق مستوى سطح البحر. بس برضه كنت بحاجة في وقتها لطرف صناعي بأهلني لتسلق هذا الجبل. طرحت الموضوع على أصدقائي الإيطاليين، كانوا فخورين إنه ياسمين مستمرة في التسلق رغم طرفها الصناعي. طلعت على إيطاليا، ركبت الطرف الصناعي، تدربت على جبال الألب الإيطالية مع فريق المتسلقين الإيطالية وفريق الإيطاليين. لما رجعت على فلسطين بلشت أتدرب على صخور فلسطين. شعور التسلق فلسطين في أرضي في وطني كان شعور متفرد استثنائي، ما شعرتش زيه أبدا. شعرت إني أنا بتسلق بدون تكاليف، بدون تأشيرة سفر، بدون هاي العشقة تبعت السفر إني أنا بدي أطلع عشان أتسلق. شعور لا يوصف. بتذكر أول مرة تسلقنا منحدر صخري في يبرود في رام الله على ارتفاع 24 متر. ذكرت أول ما حكى محمود درويش: هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي. وقتها كملت بيني وبين حالي وأنا بتطلع على الأفق: وهذه الجبال التي تعانق بعضها في الأفق لي. بعد سنة من التدريب إجت الكورونا وسكرت الدنيا وتأجلت المشروع كلياته. بس رح أظلني أتسلق صخور فلسطين ورح أظلني أتسلق جبال فلسطين لحد ما تسمح الفرصة وأوصل لإيفرست وأغرس العلم الفلسطيني على القمة. شكراً.